يا مرسال مرسال، انت جاي تنام هنا ولا ايه؟ لا يا سعادتك انا كويس. يا سعادتك يا سعادتك، سمعت الميكس اللي انا عامله بين المزيكا الاوبرالي والشعبي بتاعتنا؟ الميكس ده زي الزفت يا باشا. بتسمعه ازاي؟ زي الزفت ايه يا ابني؟ دي الموسيقى اللي في اوروبا والدول المتقدمه بيسمعوها دايما يا ابني. ايوه يا باشا، بس دي مزيكا بنت ناس دخلت عليها مزيكا بنت كلب. دي شعبي ودي شعبي. الاوبرا بره دي هي المزيكا الشعبي بتاعتهم، زي المزيكا الشعبي بتاعتنا كده بالظبط. ايه ده؟ يعني هم عندهم الرئيس متقال زينا؟ طبعا احنا عندنا الرئيس متقال، هم عندهم الرئيس بيتهوفن. امال ايه يا ابني؟ المزيكا دي اصلها علم. علم اصلا ما اعرفش سعادتك ايه يعني ايه الرئيس بيتهوفن. الرئيس بيتهوفن، عارف بيتهوفن؟ لا سعادتك والله. بيتهوفن فين سعادتك؟ ده جنب بيتنا على طول يا بس كان واخده قسط بقى هو، مالكش دعوه انت بالموضوع والله ده. يا سعادتك انا ما فاهم حاجه. يا سعادتك انت لسه سكران من امبارح يا سكران من امبارح ما حضرتك اللي كنت بتسقيني خمره امبارح يا سعادتك. ايوه بس توصل في النهايه ان انا لا اسوق وانت قاعد ورا، مش معقوله يعني. انت سواق برضه؟ ما هو سعادتك انت كنت سكران برضه يا سعادتك. انا بسكر عمري مسكر، اشرب عمري مسكر. المهم ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا سعادتك؟ اخبار كل حاجه. انا اصلي احب ادي كل حاجه حقها، يعني لو بنشرب نشرب صح، لو بنهيص بنهيص صح. امبارح شفت الليله كانت عامله ازاي؟ ليله عسل يا باشا، ما شفتش حضرتك وانت واقف على الترابيزه ومقضيها رقص طول الليل. كان شكلك سكر يا باشا. كل حاجه لازم تاخد حقها. ايوه يا باشا، بس انت كان شكلك مسخره. ايوه يا ابني، ما هو عادي لازم كل حاجه تاخد حقها، ده وضع طبيعي. انا اسف سعادتك غلطت فيك. عشان قلت مسخره؟ لا انا ما سمعتش. عادي عادي عادي، اصلا سكران سعادتك. معلش. لا معلش، اعذرني يا جنابك. انا عذرك، بس انا اصلي بحب اجرب كل حاجه، كل حاجه تاخد حقها. يعني عارف يا مرسال، انا اشتغلت في حياتي ما لا يقل عن 80 شغلانه. ايه ده يا باشا؟ اشتغلت 80 شغلانه؟ 80 شغلانه، لازم اجرب كل حاجه بنفسي. طب يعني يا سعادتك كده اشتغلت قبل كده سواق؟ اشتغلت سواق عند ناس افقر مني، وفي الاخر اديتهم عربيه جديده من عندي. طب اشتغلت دكتور؟ اشتغلت دكتور لعلمك، دخلت طب وبعدين اشتغلت دكتور لمده سنتين، بس ما عجبنيش بقى حكايه الادويه والمرضى ما بيبقوش، يعني عارف ريحه المرضى مش لطيفه يعني. سبتها. اشتغلت ضابط؟ اشتغلت ضابط، دخلت كليه شرطه سنتين وما كملتش. ليه؟ بيبقى عارف المسدسات اللي معاهم دي بتبقى حق وحقيقي. ايوه حديد. ايوه وتقيله جدا. ايوه يا باشا تقيله، يعني تحطها تلاقي نفسك همشي عامل كده، مش معقوله يعني. رفضت الشغلانه طبعا سنتين وطلعت من كليه الشرطه. طب اشتغلت ضابط يا جنابك؟ ايوه، ما انا لسه قايل لك حالا اهو دلوقتي. ايه سكران سعادتك؟ معلش سكران بحقه حقيقي ولا ايه؟ ركز. دخلت كليه الحقوق يا باشا؟ دي كمان دخلتها فعلا سنتين وطلعت على طول. ايه ده يا باشا؟ طب ما كنت دخلت معهد سنتين وخلصت. دخلت معهد سنتين وايه اللي حصل؟ قعدت سنه وطلعت. انا احب كل حاجه للنص واطلع على طول.